تعالى بقى روح لجنه الجزاء يا كابتن. النهارده احنا بنقول دايما للحكم ايه المشكله النهارده يا كابتن ايمن؟ دايما بنقول للحكم كابتن اسامه ما تاخدش بالشكل، ما تاخدش بالشكل الحاله بشكل السكوت، لو انك انت تبحث عن التفاصيل الدقيقه لحاله ركله جزاء. اللي لو عندنا الماتريال هنشوف اولا رضوان جاد، وانا بقول لك ما شافش اللعبه اصلا. هقول لك اهو تاني اهو، لو عندنا ماتريال كابتن عادل ما شافش اللعبه ليه؟ ليه ما شافش اللعبه؟ في لحظه ارتكاب او لحظه سقوط لاعب فيتا كان هناك لاعب من فيتا واقف قصاده حاجب الرؤيه عن الحدث، وبالتالي قلنا دايما ايه؟ لو انا ما عنديش حاجه حقيقيه اشوفها محسوبش خلي اللعبه تواصل. مظبوط. لان هو النهارده خد بالشكل وليس بالتفاصيل، نتيجه ان هناك لاعب قفل عليه او حجب عليه زاويه الرؤيه، وبالتالي انا النهارده كنادي الاهلي استفدت ايه النهارده؟ بسبب انك انت النهارده يعني كسرت في نتيجه التمركز. هنقول دايما ليه؟ لما يكون في حاله داخل منطقه الجزاء لابد انك انت تبحث عن زاويه رؤيه تروح يمين او تروح شمال، بحيث ان النهارده اللعبه ما تفوتكش. ده النهارده رضوان جيد في هذه الحاله. طبعا انا بقول يا رضوان لا 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 يعني كنت غير موفق بالمربى النهارده. بتتكلم النهارده في ثلاث نقاط تحسبهم على النادي الاهلي، كان المفروض النهارده يحسم يعني يحسم المباراه. ركله جزاء غير صحيحه وهميه من وحي الخيال نتيجه سوء تمركز من الحكم رضوان جيد، نتيجه سوء توقع من الحكم رضوان جيد، نتيجه النهارده ما عندوش حلول. يعني هو النهارده رايح عمود يا كابتن ايمن، انت رايح عمود على اللعبه صح، عمود استحاله تشوف التفاصيل. ونقول دايما كابتن عادل لا يعني علاء لما بتبقى انت رايح عمودي وشايف في حاجه فيها خطره لابد انك تفتح يمين او تفتح الشمال عشان تاخد زاويه رؤيه تشوف وتتاكد، ولكن تحسب بالشكل طبعا يعني هذا الكلام غير معقول. هروح لبعض الحالات الثانيه كابتن ايمن، بنتكلم على الوقت بدل الضيع. ثاني بنقول الشوط الاولاني عندنا محمود وحيد كان هناك علاج لمحمود وحيد في الشوط الاولاني، النهارده من غير ما اقول تدي دقيقه وقت ضايع في الشوط الاولاني. الشوط الثاني في اكثر من تغيير بالاضافه للاصابات، بالاضافه اللي هم يعني ضيعوا كابتن اسامه اكتر من يعني مش عايز اقول سبع دقائق على الاقل وقت بدل ضيع في الشوط الثاني. النهارده تحسب خمس دقائق، لا النهارده رضوان غير موفق. ليه كابتن؟ هو كمان عنده حظ وحش كابتن عادل، النهارده الخطا التحكيمي اثر في نتيجه المباراه، واحنا دايما بنقول الحكم الكويس يعني او الحكم اللي بيطلع من المباراه بشكل يعني مقبول بيبقى الخطا التحكيمي بتاعه مش مؤثر في نتيجه المباراه. في النهايه انا بقول النهارده ثلاث نقاط، انا بحمل مسؤوليه الحكم هذه المباراه، بحمل مسؤوليه كامله في احتساب ركله جزاء غير صحيحه كابتن ايمن، وهو دوت الحدث الكبير في المباراه. يعني مهما انت صح. يعني كحكم اجتهدت وحسبت ورحت وتعاونت وعملت، هو ده الاختبار الحقيقي اللي جالك. وللاسف الشديد النهارده ما نجحتش في هذا اختبار، وللاسف الشديد ان هو اثر في نتيجه المباراه، وبالتالي بنقول يا رضوان تاني بقول يا ريت لما ترجع تشوف الحاله، لا مفيش ركله جزاء خالص، مفيش تلامس اصلا كابتن ايمن سواء من الخارج او من الداخل.